Technoplanète. Information. Claire et net. مرحبا بكم في كوكب التقنية. أهلا وسهلا أيها المتابعون الأكارم في التسجيل 51 من تسجيلات ويندوز 10 بآخر التحديثات. في هذا التسجيل كما سبقت الإشارة سنتحدث عن طرق الدخول في نظام التشغيل ويندوز 10 بعدما قمنا بربط البريد الإلكتروني بنظام التشغيل ويندوز لكي نستفيد من كافة الخصائص والامتيازات. اليوم سنتحدث عن طرق تسجيل الدخول في ويندوز 10. هذا الموضوع داخل ضمن موضوع حماية الحساب والمقصود به الحساب الذي نستخدمه في نظام التشغيل ويندوز 10 سواء كان هذا الحساب محليا أو سحابيا. وبما أن الحساب المحلي لا يعطيك كافة الميزات والخصائص فإننا كنا مضطرين إلى التركيز على الحساب السحابي والذي هو حساب الهوت ميل لأن شركة المايكروسوفت هي المالكة لهذه الخدمة خدمة البريد الإلكتروني. دائما يكون عملنا في حماية النظام يعني في سيكيوريتي ويندوز التي ندخل إليها بالمندي ماري بقائمة إبدأ ونبحث عن حماية النظام. إذا نضغط على قائمة إبدأ ثم ننزل إلى غاية سيكوريتي ويندوز. نضغط بالإدخال. نحن في ليست. نتحرك بالسهم الأيمن مرة واحدة. حماية الحساب لا يوجد أي خيار منصوح به لأننا قمنا بتسجيل الدخول إلى حساب مايكروسوفت في التسجيل السابق. وقبل تسجيل الدخول يقول لي أكسيون غوكيز. إذا نضغط بالإدخال هنا في حماية الحساب. إذا نستعرض الكائنات نعود إلى بارامتر 2 sur 2 ونستعرض الكائنات. الكائن التالي حماية الحساب sécurité pour votre compte et vos infos d'identification compte Microsoft. حساب المايكروسوفت vous êtes connecté à Microsoft ce qui vous donne accès à une sécurité renforcée. Compte. الحساب www.hotmail.com أعطاني الحساب. Afficher les informations de votre compte client. إذا أردت أن أرى المعلومات الخاصة بهذا الحساب en savoir plus lien. رؤية المزيد يعني قراءة المزيد من المحتويات المتعلقة بتسجيل الدخول بواسطة حساب المايكروسوفت. Windows Hello. التقنيات التي نقوم بتسجيل الدخول من خلالها إلى ويندوز تسمى ويندوز إيلو. Windows Hello est configuré pour une connexion plus rapide et plus sécurisée. Gérer les options de connexion lien. يعني إدارة خيارات الدخول أو خيارات الاتصال lien وهذا موضوعنا في هذا التسجيل. نستعرض الكائنات. الكائن التالي. Verrouillage dynamique. Verrouillage dynamique موضوع آخر لا يهمنا في هذه اللحظة. إذا لو ضغطت على gérer les options de connexion lien سيأخذني إلى paramètres. طاب لأنني أستعرض الكائنات وبالتالي أتحرك بطاب أفضل. Afficher les informations de votre compte lien. طاب. En savoir plus lien. رؤية المزيد. Gérer les options de connexion lien. إدارة خيارات الاتصال. نضغط بالمسافة وفي الحقيقة عندما أضغط على المسافة يأخذني إلى بارامتر ولكن قارئ الشاشة لا يقرأ أي شيء في هذه النافذة. Security. يعني في نافذة الإعدادات. Security. Paramètres. لا يقرأ أي شيء. طبعا نحن سنستغني عن هذا الأمر. نغلق النافذة. Security. ونضغط على Windows Plus E لنفتح بارامتر مرة أخرى. Paramètres. ثم طاب. List. نحن في سيستم. نتحرك بالسهم الأيمن إلى غاية كونت الحساب. نضغط بالإدخال على الحساب. Paramètres fenêtre. Zone de recherche. طاب مرة واحدة. List. Vos informations 1 sur 6. المعلومات لا تهمنا. ننزل بالسهم إلى غاية. Email. Option de connexion non sélectionnée 3 sur 6. خيارات الاتصال. نضغط بالإدخال. Sélectionné. نحن نقف على خيارات الاتصال. ماذا يقصد بخيارات الاتصال أو خيارات تسجيل الدخول؟ هذه الخيارات هي مجموعة من الإجراءات التي تقترحها علينا شركة المايكروسوفت في نظام ويندوز 10 من أجل أن نقوم بتسجيل الدخول إلى هذا الحساب بطريقة آمنة وطريقة أكثر ضمانا للخصوصية. طبعا هناك كلمة السر، يمكن أن أكتب كلمة السر لأقوم بتسجيل الدخول إلى الحاسوب. هناك قارئ البصمة البيومتري. هناك التعرف على الوجه، خاصية التعرف على الوجه. هناك تسجيل الدخول بواسطة اليو اس بي، يعني تسجيل الدخول بواسطة المفتاح وكأنك تفتح الحاسوب بمفتاح حقيقة، يعني لو لم يكن ذلك القرص موجود معك لما تمكنت من الدخول إلى نظام التشغيل ويندوز. هناك طريقة أخرى وهي تسجيل الدخول من خلال الضغط على الصورة المفضلة. كل هذه الخيارات هي متاحة ولكنها ليست مدعومة من طرف جميع الحواسيب. إذا نحن نضغط طاب مرة واحدة في هذا المكان. Gérer la manière dont vous vous connectez à votre appareil groupe. List. Reconnaissance des visages Windows Hello. Cette option n'est actuellement pas disponible. Donc, tentez à une cliquer pour en savoir plus. Non sélectionner du 1 sur 6.
أول خيار عندنا متعلق بتسجيل الدخول هو التعرف على الوجه، ويقول لي بأن هذه الخاصية غير متاحة في هذا الحاسوب، غير متاحة في هذا الحاسوب لأن الكاميرا الخاصة بهذا الحاسوب لا تدعم خاصية التعرف على الوجه. بإمكاني أن أتجاوز هذا الموضوع، لو كانت لدي كاميرا أخرى أقوم بربطها بالحاسوب وأجعلها هي الكاميرا الافتراضية، شرطها أن تكون هذه الكاميرا فيها خاصية التعرف على الوجه مثل بعض الكاميرات الحديثة. يعني لو كانت لديكم خاصية التعرف على الوجه مشغلة ستقومون بإعدادها، تضغط على كونفيغي وتنظر، صراحة هذا بين الصعوبات أن تنظر في المكان الذي يطلبه منك الويندوز وتتبع أحد الأشرطة بالبصر لكي يقوم الويندوز بحفظ الوجه، وعند ذلك تصبح الطريقة سارية المفعول. أنا لا أنصح بهذه الطريقة انطلاقا مما قرأته على شركة المايكروسوفت في الدليل بأن هذه الطريقة يعني تكون مضطر أولا لإعداد هذه الخاصية، خاصية التعرف على الوجه، تكون مضطر إلى أن تنظر في الكاميرا مباشرة، والنظر في الكاميرا مباشرة بالنسبة لنا كمكفوفين قد لا ينجح معنا الأمر في البداية. أيضا هناك بعض الإجراءات التي يجب أن تقوم بها مثل تحريك رأسك من اليمين إلى اليسار أو من اليسار إلى اليمين لكي تستطيع الكاميرا التعرف على الوجه بشكل جيد. هذه الإعدادات قد لا نستطيع نحن كمكفوفين بأن نتعامل معها لأنها ترتبط بالبصر بدرجة أولى. إذا ننزل بالسهم مرة واحدة. Reconnaissance des empreintes digitales Windows Hello connection avec votre scanner d'empreintes digitales recommandé non sélectionné réduit 2 sur 6. التعرف على البصمة، بصمة الإصبع منصوح بها، يعني ستقوم بتسجيل الدخول من خلال قارئ البصمة. ننزل. Code PIN de Windows Hello connection et code PIN recommandé non sélectionné réduit. Code PIN هو الكود كونفيدونسيل الذي قمنا بكتابته في التسجيل السابق. ننزل. Clé de sécurité connexion avec une clé de sécurité physique non sélectionnée réduit. Clé de sécurité physique, المفتاح الفيزيائي. طبعا يقصد به الـ USB. Mot de passe connexion avec le mot de passe de votre compte non sélectionné réduit. ستقوم بتسجيل الدخول بكلمة السر الخاصة بحساب مايكروسوفت. ننزل مرة أخرى. Mot de passe image balayé et appuyez sur votre photo favorite pour déverrouiller votre appareil non sélectionné réduit 6 sur 6. الخيار هذا متعلق بكلمة سر عبارة عن صورة. أنت تضع مجموعة من الصور، مثلا تضع 7 صور أو 8 صور، وتقوم بالتمرير بين تلك الصور وتختار الصورة أو صورتين المفضلتين عندك. طبعا كل طريقة ودرجة أمانها. هذه خاصية لا نستطيع أن نستخدمها كمكفوفين، خاصية الصور. أنا سأركز في الحقيقة عن مسألتين، مسألة البصمة والكود كونفيدونسييل. إذا نصعد إلى غاية التعرف على البصمة، نضغط بالإدخال. طاب مرة واحدة. يعني إذا أردت أن تقرأ المزيد عن هذه الخاصية يجب أن يكون الحاسوب الذي لديك داعم لهذه الخاصية، أي يحتوي على قارئ البصمة مدمج مع هذا الويندوز، ويكون التعريف الخاص بهذا القارئ مثبت. يعني تقوم بالبحث عن تعريف القارئ البيومتري للبصمة في الموقع الخاص بالشركة المصنعة للحاسوب، وتبحث عن التعريف الخاص بالموديل الخاص بحاسوبك، ثم بعد ذلك تقوم بتثبيته. طاب مرة واحدة. إعداد. نضغط بالمسافة. Configuration de Windows Hello fenêtre. Configuration de Windows Hello fenêtre. Démarrez bouton personnaliser encore plus votre appareil. Pour le déverrouiller, dites au revoir au mot de passe complexe et utilisez plutôt votre empreinte digitale pour déverrouiller votre appareil, vérifier votre identité et acheter des articles dans le Microsoft Store. يقول لك بأنك عندما تقوم بحماية الحساب فأنت تحمي الشراء عبر المايكروسوفت ستور وإلى غير ذلك. يعطينا الآن هنا ديماري. Démarrez bouton feu. Annuler bouton. وإلغاء. En savoir plus lien. ورؤية المزيد. Démarrez bouton personnaliser encore plus votre appareil. نضغط على ديماري. Annuler bouton. Sécurité Windows, dialogue sécurité Windows, vérification de votre identité, j'ai oublié mon code confidentiel. Code confidentiel édition protégée. أولا لنقوم بإعداد البصمة يجب أن ندخل الكود confidentiel، يعني الكود PIN الذي كتبناه سابقا، الكود الشخصي. أنا كتبت كلمة السر الآن. طاب إلى غاية. أوكي بوتون Alt. أوكي. Configuration de Windows Hello fenêtre. Annuler bouton. نحن في إلغاء. نستعرض الكائنات أولا لنفهم هذه الشاشة. نعود إلى الكائن الأول في الشاشة. إذا نقرأ هذا الكائن. يقول لك قم بتمرير أصبعك على قارئ البصمة الخاص بالويندوز. نستعرض الكائن التالي. يعني يجب أن تتابع الحركة إلى أن يتعرف الويندوز على البصمة. وأنولي. إذا أبدأ، أنا أعرف أين يوجد قارئ البصمة عندي وأضع إصبعي في المكان المخصص وأبدأ أحرك البصمة في ذلك المكان، يعني في قارئ البصمة البيومتري، ويقول لي فير غليسي لو دوا، حرك إصبعك، يعني قم بتمريره. يقول لك حاول من جديد أو حرك مرة أخرى، يعني قم بتمرير إصبعك. طبعا أنت يجب عليك أن تضع البصمة في المكان المخصص وتبدأ تمرر يمينا ويسارا وإلى الأعلى وإلى الأسفل لكي يتعرف عليه. يقول لك حرك يدك إلى اليسار. Faire glisser à nouveau pour suivre ce mouvement de balayage. Déplacez votre doigt légèrement vers la droite. Faire glisser le doigt. L'appareil ne parvient pas à vous identifier. Vérifiez si le capteur est propre. في هذه المحاولة قال لي بأن الأبراي غير جاهزة. قم بتأكد من أن الجهاز القارئ البصمة جاهز. طبعا ربما لأنني لم أحسن التعامل مع الموضوع.
نضغط على أنولي ثم نعيد مرة أخرى الضغط على Configure لنعيد التعامل مع البصمة. Configuration de Windows et le fenêtre. Configuration de démarrer bouton focaliser personnel. نضغط مرة أخرى على ديماري. Annule bouton. Sécurité Windows dialogue sécurité. وندخل الكود confidentiel. Code confidence. ثم الطابلة OK. OK bouton Alt O. Configuration de Windows et le fenêtre. Annule bouton. ونبدأ التمرير. أنا أنصح بأن نستخدم بصمة الأصبع السبابة لأنها المناسبة ونستخدم أي الأيادي أردنا. طبعا مسألة اليد اليمنى أو اليسرى راجعة إلى المكان الذي يوجد فيه قارئ البصمة عندكم. أنا عندي في اليمين لذلك سأستخدم السبابة اليمنى. أضع إصبعي السبابة ثم أحركها صعودا ونزولا. الآن وضعت السبابة حتى تعرف عليها وقال لي جليسي لودوا، يعني قم بتمرير الإصبع. كيف سأمرر الإصبع؟ سأمرر من الأسفل إلى الأعلى ومن الأعلى إلى الأسفل. يقول لك حركه مرة أخرى. الآن سأقوم بعكس التمرير. إذا مررت من الأعلى إلى الأسفل أمرر من الأسفل إلى الأعلى. يعني أعيد متابعة التحريك. يقول لك واصل التحريك. أحركها مرة أخرى. عندما قال لي فيرمي معنى هذا أن هذه البصمة تمت إضافتها. أضغط طاب مرة أخرى. إضافة أصبع آخر. أنا أكتفي بهذا القدر طاب إلى غاية فيرمي وأضغط بالإسباس. Paramètres fenêtres. Gérer la manière dont vous vous connectez à votre appareil groupe. Liste. En ajouter bouton. إضافة بصمة أخرى. طاب. Supprimer bouton. Supprimer bouton. حذف هذه البصمة. نقرأ الكائنات. نحن نقف على Unsafer Plus ونقرأ الكائن السابق. Vous avez terminé la configuration permettant de vous connecter à Windows, aux applications et aux services avec votre empreinte digitale. يقول لك بأنك قمت بإنهاء إعداد البصمة. الآن سنقوم بقفل الويندوز. بالضغط على Windows Plus L لكي نقوم بقفل الويندوز. Bureau sécurisé. Bureau fenêtre. Écran de verrouillage par défaut de Windows fenêtre. نحن الآن في écran de verrouillage. Bureau sécurisé. Connexion à Windows dialogue Rida Weekend. J'ai oublié mon code confidentiel. Option de connexion affiche une liste des options de connexion disponibles pour l'utilisateur sélectionné. Code confidentiel édition protégée. Vide. يطلب مني الكود confidentiel. أنا سأقوم بوضع البصمة. Votre appareil n'a pas pu vous reconnaître. Écran de verrouillage par défaut de Windows fenêtre. Écran de verrouillage. عندما قمت بوضع بصمة خاطئة قال لي بأن هذا الجهاز لم يتعرف على هذه البصمة. ويعيد القفل. أضع البصمة الحقيقية، البصمة التي الخاصة بفك القفل أو تسجيل الدخول. يقول لي ريسيي. أعيد محاولة من جديد. عندما وضعت البصمة وقمت بتمريرها من الأعلى إلى الأسفل أو من الأسفل إلى الأعلى فتح لي الويندوز. إذن هذه هي كيفية التعامل مع البصمة في الويندوز. نحن الآن في Unsafer Plus، عدنا إلى المكان الذي كنا فيه سابقا. إذن نرجع بمجطاب التعرف على البصمة. ننزل كود بين دو ويندوز هو الذي كنا قد أدخلناه سابقا. نقوم بالضغط على الإدخال. ثم طاب رؤية المزيد. طاب يعني أنا نسيت كود بين، نسيت الكود الشخصي. طاب لو أردنا أن نقوم بتغيير الكود نضغط هنا ثم نكتب الكود السابق الكود القديم ثم طاب ونكتب الكود الجديد ثم طاب ونقوم بإعادة تأكيد الكلمة الجديدة. طاب لو أردت أن أحذف هذا الكود نهائيا أضغط على سوبريم. لو قمت بحذف هذا الكود وفشلت في تسجيل الدخول بالبصمة فلا يمكننا أن نقوم بتسجيل الدخول إلى الحساب، لذلك يستحسن أن يبقى هذا الكود دائما وأبدا، لا نقوم بحذفه. نرجع بمجطاب إلى غاية ننزل الكلي دي سيكوريتي. جربتها ولم تشتغل معي، سأحاول تجربتها مرة أخرى ولو وجدت حلا لها نسجل عليها تسجيلا خاصا. ننزل مود باس كونيكسيون يعني نقوم بتسجيل الدخول بواسطة حساب المايكروسوفت. إدخال طاب رؤية المزيد. طاب يعني لو أردت أن أقوم بتغيير كلمة السر الخاصة بحساب المايكروسوفت وليس بالكود كونفيدونسييل أو الحساب المحلي، هنا سأكون أمام مسألة تغيير كلمة السر لحساب المايكروسوفت. ماش طاب mot de passe connexion avec le mot de passe de votre compte mot de passe connexion mot de passe image balayer et appuyer الكلمة السر الخاصة بالإيماج لا نتحدث عنها. أنتم الآن تتساءلون لدي مجموعة من الطرق كيف يمكننا أن نختار الطريقة الأنسب. الويندوز يضع رهن إشارتك كل هذه الطرق، يعني كل هذه الطرق هي متاحة لتسجيل الدخول بها. نضغط على ويندوز بلس L لنقوم بقفل الحاسوب. Bureau écran de verrouillage par défaut de Windows fenêtre écran de verrouillage bureau
sécurisé. Connexion à Windows Dialogue Read Awaken pour vous connecter. Analysez votre doigt sur le lecteur d'empreintes digitales. Option de connexion affiche une liste des options de connexion disponibles pour l'utiliser. الآن هذه الشاشة هي نفسها الشاشة التي ستكون ظاهرة عندي عندما سأقوم بإغلاق الحاسوب وتشغيله مرة أخرى، سواء إعادة التشغيل أو أغيطي أو ميتخون في لو لم أقم بالتعديل في خيارات الإعدادات المتعلقة بطلب كلمة السر في السكون والسكون. يقول لي قم بوضع البصمة في قارئ البصمات ليتعرف عليها وتقوم بتسجيل الدخول. طبعا المسألة واضحة. طاب Option de connexion vient affiche une liste. طاب لنتعرف على هذه الشاشة. Fra bouton. لا يهمني هذا الأمر. État du réseau. Technicolor. لا يهمنا أيضا. Option d'ergonomie bouton. Marche barre oblique arrêt bouton. Marche arrêt يعني الإيقاف والإغلاق لو أردت أن أقوم بإغلاق الحاسوب من هنا. طاب Option de connexion vient affiche une liste. خيارات الدخول، هنا يقول لك عرض الخيارات المتاحة لتسجيل الدخول بها. مثلا أنا البصمة عندي مثلا مبللة بالماء أو تعطل قارئ البصمات عندي، أضغط على هذا الخيار المسمى ب Option de connexion vient affiche une liste des options de connexion. خيارات تسجيل الدخول، عرض خيارات تسجيل الدخول. مسافة Espace masque la liste des options de connexion disponibles. Masque la liste إخفاء اللائحة. طاب Empreinte digitale bouton sélectionné. Empreinte digitale يعني البصمة. Mot de passe de votre compte Microsoft bouton non sélectionné. كلمة السر الخاصة بالمايكروسوفت بحساب مايكروسوفت. Code confidentiel bouton non sélectionné. الكود الشخصي الذي كتبته سابقا. Fra bouton. إذن code نختار كود confidentiel مثلا. Espace code confidentiel édition protégée. Astérisque. Envoyer bouton. Espace. Paramètres. وتم فتح الويندوز. نعيد الدخول إلى شاشة القفل مرة أخرى. بويندوز بلس L. نضغط على كنترول أو أي زر آخر لتظهر لنا الشاشة. Bureau sécurisé. Connexion à Windows Dialogue Read Awaken. J'ai oublié mon code confidentiel. Option de connexion affiche une liste des options de connexion disponibles pour l'utilisateur sélectionné. Code confidentiel édition protégée. يعني عندما نقوم باختيار طريقة من طرق الدخول فتبقى افتراضيا، ولكن لو قمت بإدخال البصمة سيتعرف عليها الويندوز ويسجل الدخول بكل بساطة. Paramètres. إذن هذا كل ما يوجد في تسجيلنا لهذا اليوم، وإلى حين التسجيل المقبل دوموا بخير.